شوطنا الثاني عشر في مجموعة الأشواط، شوطنا الثاني عشر والخاص هنا أيضا بانطلاقة وتحديات الحجايج القعداني هنا أيضا بهذا السن في ثاني أيام هذا المهرجان، أيضا مهرجان المرمومة التراثية هنا المنطلق على أرضية هذا الميدان. شوطنا الثاني عشر الذي ينطلق ويندفع، ونتابع معكم سويا المراكز الأولى التي نتابعها بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز الجميل. نتابع هنا ونسير معكم بهذه الانطلاقات، نتابع التحديات والإثارة. شعار بالذويب من يأتينا بهذا الانطلاق هنا مع عماش سعيد بن محمد بالذويب العامري من ينطلق على الصدارة هو على المقدمة، بينما المركز الثاني الشبابي علي بن حمودة بن علي الظاهري من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث والمنطلق بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة يأتينا هنا أيضا منطلقا عساف جابر بن صالح بن محمد بن نصرة العامري، والوصول من قبل شاهين السيل بالدودة بالأسود العامري سادس مراكزنا. المنطلق هنا ناصر محمد بن مبارك بن صلهوم القبيسي، والقادم أيضا عكراش محمود بن الحميدي بن سالم العمري بهذه التحديات الجميلة. هنا مصيح لمحمد بن سعيد بن محمد اللي اكتبي قادم أيضا بهذا الأداء الجميل والتحديات المتميزة القادم بهذا الانطلاق. هنا سمران خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي هنا أيضا ثامنا يأتي مهاجر عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، والمركز التاسع يأتينا نجد هنا بهذا الانطلاق لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود هنا الجابر من طريقا وبشعاري بن شريم القادم ايضا بهذه التحديات وبهذا الاداء. هنا مبلش لهم بن سعد بن طالب بن فهيده المري قادم بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل. نعود مشاهدينا الكرام الى الصداره، نعود الى المقدمه والى المركز الاول وصداره هذا الشوط هو المقدمه هو المنطلق بهذا الاداء الجميل. عماش لسعيد بن محمد محمد بن ذويب العامري من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يأتي مبلش لهوم بن سعد بن طالب بن شريم المري المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. القادم هنا يأتي جرمان هنا لعمير بن حزمي بن قناص العامري سعور أيضا البندقية، والتوقيت الزمني الأفضل مع الطاغي في أمسية هذه الليلة هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. المرشح الأقوى يأتي هناك على المركز الثاني، نتابع المركز الرابع والقادم مصيح محمد بن سعيد بن محمد اللي يكتبي قادم بهذا الانطلاق. الوصول هنا من عالي سعيد بن راشد بن سالم بن رويس اللي يكتبي يأتينا بهذا الانطلاق والأداء. الكيلومتر الأخير القدوم من هنا النايف مبارك بن محمد بن حمد المري بهذه الانطلاقات والأداء. القادم هنا المهيب سلطان بن فالح بن ناصر هنا العتيبي قادم أيضا بهذا الانطلاق، ولكن بالذويب يقدم عماش على الصدارة، عماش على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. لسعيد بن محمد بالذويب العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، شعار نجلة شعار الأبجر هنا يسيطر على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. مبلش في المركز الثاني، مبلش على المركز الثاني لاهون بن سعد بن طالب لفهيدة المري من يأتينا بهذه الانطلاقة، ولكن هنا القادم مياس لسعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي قادم ايضا يتسلل من مركز الى مركز بهذا الانطلاقات والتحديات، ولكن هنا الصدارة مع عماش المرموم دائما غير وغير غير المرموم. قلنا ها هو مشاهدينا الكرام عماش لسعيد بن محمد بن ذويب العامري سلام مدينة العين، سلام وتحية واحترام
الكرام على هذا الأداء. أولا هناك محمد بن ذويب العامري داعم هذا الشعار، تهانينا له والناموس، تهانينا لسعيد بن محمد بن ذويب العامري على هذا الفوز المميز الجميل. يأتينا مصيح لمحمد بن سعيد محمد الكتري المركز الثالث، وصل مياس سعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي من حله على المركز الثالث والمركز الرابع. أتانا مشاهدينا الكرام من سلاس هنا بانطلاقة حميد بن حمد بن منصور الدرعي، والمركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام المهيب سلطان بن فالح بن ناصر المغير العتيبي بهذه الانطلاقة وهذا الأداء. نعود مع بالذويب وانطلاقاته وتحدياته وهذا الشعار المميز الجميل، يا ما صار وجال على ظهر نجلة على ظهر أيضا لبجر بالانطلاقات ست دقائق هنا أيضا 45 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا هنا لسعيد بن محمد بالذويب العامري على هذا الفوز المميز أيضا، والسلام لأهالي الطوية في مدينة العين. المركز الثاني هنا أيضا خمس دقائق 46 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. كانت انطلاقات وتحديات مصيح لمحمد بن سعيد بن محمد الكتبي، بينما مياس من حل في المركز الثالث بخمس دقائق 47 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا وناموس لسعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي، تهانينا لجميع الفريق.